هذه العبوات من زيت الطعام تنتج في مصر. أكثر من 5 ملايين طن ينتجها مصنع الزيوت الواقع في محافظة الغربية شمالية مصر. هذا المصنع واحد ضمن 6 مصانع أنشئت لزيادة الإنتاج المحلي من الزيوت ولتقليل فاتورة الاستيراد التي تبلغ 25 مليار جنيه مصري في العام. تم إجراء بعض التحديثات والتطورات عشان تعلى بالطاقة الإنتاجية إنها تقدر تغطي الكميات المطلوبة منها في البطائق التموينية، فوصلنا 6 شركات موجودين بمصانعهم المنتشرة في فروع في الجمهورية إن إحنا بنقدر ننتج 65 ألف طن شهريا من الزيوت اللي تغطي احتياجات البطاقات التموينية للمواطن. ويعد زيت الطعام أحد السلع التموينية المدعمة التي تحرص الحكومة المصرية على زيادة مخزونها الاستراتيجي، حيث بات المخزون يكفي لنحو 6 أشهر مع التوسع في الإنتاج المحلي. احتياجات البطاقات التموينية شهرياً بتتراوح من 60 إلى 65 ألف طن زيت. على الأقل 95% من احتياجاتنا أو استهلاكنا من الزيوت بيتم استيراد المادة الخام من الخارج. وزارة التموين عندها حوالي 6 شركات زيوت هي اللي بتطلع كل إنتاج منظومة التموين. وتعمل مصر على استيراد البذور الزيتية مثل فول الصويا وعباد الشمس، بالإضافة لزراعة نبات الكانولا واستخلاص زيتها في مصر. وتسعى مصر لتقليل فاتورة الاستيراد خاصة مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يبلغ استهلاك مصر من زيوت الطعام 2.6 مليون طن سنوياً، لكن مصر ما زالت تستورد 97% من احتياجاتها من زيت الطعام. يستهلك المصريون شهرياً قرابة 120 مليون طن من زيت الطعام، ورغم اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، فإن مصر تطمح في تحقيق اكتفاء ذاتي بمقدار 10% كمرحلة أولى عبر زراعة عدد من المحاصيل الزيتية واستخلاص بذورها في مصر لتوطين صناعة الزيوت. محمد نشأت الغد، محافظة الغربية.